السلام عليكم ورحمة الله، واش احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين. مرحبا بكم كامل. الفيديو تاع اليوم راح يكون على خياطة الساكادو. لمهتمات حابين يعرفوا الطريقة كيفاش خيطنا الساكادو رايحين يشوفوا هذا الفيديو، واللي حابين يديو القياسات راح نخليكم الرابط الفيديو في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. مام الفيديو السابق شرحت لكم كيفاش نخيطوا الساكادو ومديت لكم القياسات مضبوطة، خرجت يعني الساكادو تاعنا بزاف شابة. لأول مرة تدخل القناة نقول لك مرحبا بك، ما تنسيش تضغطي على الجرس الأحمر باش يوصلك كل جديد، وإذا عجبك الفيديو ديري لنا لايك للفيديو، هذا فضلا وليس أمرا. نقول لكم فرجة ممتعة ونتلقوا في آخر الفيديو.
كيما شفتوا الطريقه تاع الخياطه سهله، درت لها جيب من الامام وجيب من الخلف، ودرنا لها زوج جيوب على الجوانب، والجيب الكبير هذاك اللي تربدي فيه يعني الكراريس ولا الكتب. الحجم تاعها جا كبير، جا ما شاء الله. وهذا الباش قلت لكم جاي صحيح، يعني هذا القماش جاي صحيح، جاي كل باش البنات يدير 45000 للمتر. شريته من البليده، من المحل اللي مقابل الاذاعه في البليده، اللي حابين يعني مهتمات بهذا الامر قولكم راه يتباع في المحل اللي جاي في البليده مقابل الاذاعه. ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو، وان شاء الله عجبتكم الطريقه ولا الخياطه تاع هذا الساكادو. نقولكم البنات تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.